كتجي اليوم هذه الوقفه من بعد واحد مجموعه ديال الاجتماعات اللي كانت مع في وزاره الصحه اكثر من 50 اجتماع واللي توجات واحد الاتفاق ديال 29 دجنبر 2023. هذا الاتفاق اللي وقعته معنا وزاره الصحه يعني بحضور او تحت باسم واحد الوفد نقابي واحد الوفد حكومي اللي فيه الامانه العامه للحكومه اللي فيه الوظيفه العموميه اللي فيه الميزانيه والماليه. تم التوقيع كذلك في يناير 2024 مشينا الاجراءات ديال هذا الاتفاق. من بعد وقعنا محاضر مع وزاره الصحه كذلك باسم الوفد الحكومي. بقات بعض النقاط الخلافيه، قال لنا بانه هذيك النقاط الخلافيه اللي فيها واحد ثلاثه نقاط باربعه غتترفع الرئيس الحكومه وسيتم الحسم فيها على اساس نهايه شهر يناير غنوقعوا الاتفاق. من هذاك الشهر الى حدود اليوم لا ما كاين حتى حاجه، يعني سكوت غير مفهوم. يعني ولا عندنا يعني كنقولوا شنو كاين، ماذا يقع؟ هادشي كيدار هو الوقت اللي الدوله منخرطه بواحد المشروع كبير هو ديال الحمايه الاجتماعيه، واللي داخله كاين تعميم التغطيه الصحيه، وكذلك المنظومه الصحيه اللي كتعرف واحد التغيير جذري. هاد التغيير الجذري راه العصب ديالهم هاد الناس، راه ما معقولش انه حنا منخرطين في واحد الورش كبير والناس خارجه للشارع. هذا كيطرح تساؤل. اطباء ممرضين، اذا جميع الفئات، كل جميع الفئات خارج الشارع، الكل يساهم في المنظومه الصحيه، كل شيء، اطباء ممرضين اداريين تقنيين متصرفين جميع الفئات. مساله اخرى هو اننا نعتذر للمواطنات والمواطنين، لانه غادي يجيو المستشفيات وغادي يجيو المراكز الصحيه وغيلقاو الخدمات شبه معطله. فاحنا لا نعطل 100% لان كنخليو المصالح المستعجله على طابع الصحيه كتخدم، ولكن الخدمات الصحيه ما غيلقاوهاش. هاد الشيء كنعتذر للمواطنين ونحمل المسؤوليه الكامله لرئيس الحكومه والحكومه المغربيه. لا اعتقد، لانه حنا راه حنا نازلين دابا، حنا في الشارع دابا، راه ما غنحيدوا من الشارع الا تنزيل اتفاق. هذاك شغلهم، هذيك التقديرات والحسابات ديالهم هذاك شغلهم. حنا ما يهمنا الان هو تنزيل اتفاق ديال 29 دجنبر والمحاضر اللي دارت في يناير. الله يبليك بحب الشعب، الله يبليك بحب الشعب، حتى تجيب اسطبليه.